بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حلقات حكايات ريا وسكينة، والحلقة 27 أسرار وخبايا العلاقة بين ريا وحسب الله الجزء الخامس. في حلقة النهاردة هنتناول مركز آل همام الترفيهي المتكامل للسكر والعربدة وكيفية تقسيم العمل فيه، وهنتناول إزاي تحولت عصابة ريا وسكينة أو ريا وسكينة ورجالهم إلى جرائم قتل النساء وسرقة مصوغاتهم ونقودهم، وهنجيب في نهاية الحلقة عن السؤال المهم: من الذي اتخذ قرار أول عملية قتل لعصابة ريا وسكينة، ومن هو صاحب المشروع التاريخي لعصابة ريا وسكينة؟ خلال الفترة دي وفي صيف سنة 1919 وقعت المشاجرة بين سكينة ومحمد أبو طلبة، واللي تدخل فيها عطية الشرنوبي أحد فتوات المنطقة واللي كان بيقوم بحماية بيت الكامب في الوقت ده، واللي انتهت بمشاجرة عنيفة أدت إلى فقدان محمد أبو طلبة لإحدى عينيه والحكم على عطية الشرنوبي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الأشغال الشاقة. وإحنا سبق وقدمنا الواقعة دي بالتفصيل في حلقات سكينة بنت علي همام في سلسلة حكايات ريا وسكينة. في نفس التوقيت كانت وصلت ليلى بنت عيد أبو العلا أم محمد عبد العال إلى الإسكندرية، واصطحب محمد عبد العال زوجته سكينة لزيارة الأم والترحيب بها والتعرف عليها، ولكن انتهى الأمر بمشاجرة بين سكينة والأم ليلى بنت عيد، حرب كلامية عنيفة استخدمت فيها سكينة كل مواهبها الفائقة في صلاطة اللسان والألفاظ السوقية البذيئة في مواجهة أم محمد عبد العال وآل عبد العال كلهم، وخاصة الأم ليلى بنت عيد أبو العلا. حتى محمد عبد العال نفسه طالته شتائم وسباب سكينة، وإحنا برضو سبق وقدمنا تفاصيل اللقاء العاصف ده في حلقات سكينة في حكايات ريا وسكينة، وانتهى الأمر بتطليق محمد عبد العال لسكينة. في بداية الأمر لم يجد حسب الله في المشادة والمشاجرة اللي جرت بين سكينة ومحمد أبو طلبة اللي يدعوه للاعتراض، لأن حسب الله اعتبر ده دفاع واجب عن بيت الكامب وعن هيبة بيت الكامب، ولكن أدت المشاجرة دي ونتائجها بعد كده إلى إغلاق بيت الكامب، وهنا حمل حسب الله سكينة مسؤولية الخراب اللي لحق بآل همام واللي أفقدهم أهم مصدر دخل لهم، ممكن نقول مصدر دخلهم الوحيد، ورجع التوتر تاني للعلاقة بين ريا وسكينة، وزاد من التوتر في علاقة ريا وسكينة وآل همام بالكامل، لأن سكينة لم تجد من يقف بجوارها ويواسيها ويساعدها على اجتياز محنة طلاقها من محمد عبد العال. سافرت الأم زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة وشكوكهم أبو العلا لكفر الزيات بعد إغلاق بيت الكامب. ريا كانت بتجد متعة خاصة في إدارة وتنظيم البغاء السري، ولكن والإن ريا كانت ذكية وكانت شخصية عملية جدا، وجدت ريا ان من الحكمة انها تكف عن نشاط البغاء السري الفترة حتى لا تستفز الشرطة ضدها بعد تجرار ضبط البيوت اللي بتديرها للبغاء السري. وتم انذار ريا اكتر من مرة بضرورة تصحيح اوضاعها القانونية واتباع الاجراءات للترخيص لها بالعمل في مجال الدعارة المرخصة. الحقيقة ان ريا كانت بترغب في ذلك بشدة، رغبة منها في الاستقرار والبعد عن مخاوف وضغوط العمل في البغاء السري وسط بيوت الأحرار، ولكن حسب الله استمر يعارض وبشدة العمل بالبغاء الرسمي المرخص أو الدعارة القانونية، لأن حسب الله كان شايف أن ده عار لا يليق بمكانته الاجتماعية وبوصفه كرجل ومعلم صعيدي. طبعا حسب الله وحده هو اللي كان شايف كده. كان بيت ريا الحر في 38 حارة علي بك الكبير مناسب تماما لاستئناف النشاط في البغاء السري، ولكن حسب الله كان مصمم ومتمسك بضرورة الفصل بين مكان المعيشة اللي هو البيت الحر وبين مكان العمل اللي هو البيت السري. ولكن لم تطل مدة انقطاع آل همام عن العمل بالبغاء السري، لأن ده كان معناه وزي ما قالت ريا بعد كده انهم يموتوا من الجوع، وخاصة بعد ما كان حسب الله أنفق وبدد كل أرباح بيت الكامب على مزاجه وعلى نزواته. وبسبب كده اضطرت ريا انها تمارس البغاء السري في حجرتها في 38 حارة علي بك الكبير، ولكن بشكل محدود جدا وعلى نطاق ضيق وبحذر شديد وتكتم شديد، وكان معاها عدد قليل من البغايا اللي كانوا بيعملوا معاها في بيت الكامب.
بعد كده استأنفت ريا نشاطها وعملها في مجال إدارة وتنظيم البغاء السري بعد أن هدأت الأمور بعد إغلاق بيت الكامب، ولكن بطريقة جديدة، وهي أنها تعمل عدد من المراكز الصغيرة للبغاء السري، وبالتالي لا تلفت لها الأنظار ولا تستفز الشرطة، وإذا حصل وتم ضبط أي من هذه المراكز الصغيرة لا تضطر للتوقف نهائيا وتماما عن العمل، زي ما حصل بعد إغلاق بيت الكامب اللي فقدت ريا بعده زباينها والبغايا اللي كانوا بيعملوا معاها واللي كانت سحبتهم للعمل معاها. وبالتالي وتنفيذا للفكرة دي، استأجرت ريا غرفة بأحد المنازل القريبة من سيدي عماد، واتفقت مع صديقة لها اسمها روما اللي كانت شركتها قبل كده في بيت الخواص، اتفقت معاها انها تشاركها في إدارة الغرفة دي كبيت سري للبغاء ويتقسموا أرباحها مع بعض. ولأن الغرفة كانت قريبة من بيتها الحر في 38 حارة علي بيك الكبير، كان سهل على ريا انها تنتقل من بيتها للغرفة تتابع العمل فيها من وقت للآخر. فكرت ريا صاحبة العقلية العملية والذكية، فكرت في افتتاح فرع آخر للبغاء السري. اختارت ريا غرفة في الطابق الأرضي من البيت رقم 9 حارة النجاة، واللي هتكون غرفة المحششة بعد كده، في البيت المواجه للبيت اللي بتقيم فيه أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد. والإن ريا كانت ذكية، فهمت وأدركت خطورة العواقب الممكنة إذا استمرت سكينة على خلاف معاها وبعيدة عن مشاركتها. سكينة في الوقت ده كانت بتقيم في غرفة في بيت الصابونجية على ناصية حارة النجاة، وكانت بتدير غرفتها للبغاء السري، وده ممكن يجعل منافسة بين حجرة ريا وحجرة سكينة للبغاء السري، وممكن سكينة تقوم بالإبلاغ عن ريا في أي لحظة وعند أول خلاف بينهم زي ما سبق قبل كده. أيضا كانت ريا في حاجة إلى مجهود سكينة للعمل معاها ولمشاركتها في إدارة الفرع الجديد للبغاء السري في 9 حارة النجاة، عشان تتفرغ هي للإشراف على الفرعين معا، الغرفة اللي بتشارك فيها صديقتها روما بجوار سيدي عماد، والغرفة في البيت رقم 9 حارة النجاة. ومن خلال ما سبق يظهر لنا وبقوة مدى ذكاء ريا وقدرتها على التفكير العملي والمنطقي والمنظم والمرتب، على عكس حسب الله تماما. حسب الله اللي كان كل همه في الحياة الاستيلاء على إيراد أي نشاط يقوم به لإنفاقه على نفسه وعلى مزاجه وعلى علاقاته النسائية المتعددة. ولكن سكينة رفضت مشاركة ريا، لأن سكينة كانت ما تزال تحتفظ بذكريات سوداء لتاريخ علاقتها الأسود بشقيقتها ريا وبزوجها حسب الله، وخاصة حسب الله. ظهر محمود خليل إبراهيم أو محمود أبو زكاك ابن أخت أمينة بنت منصور أم أحمد في حارة النجاة، وهنا عرضت أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد على ريا فكرة مشروع. المشروع يقضي بتحويل الغرفة اللي في الطابق الأرضي بالبيت رقم 9 حارة النجاة إلى محششة يكون بإدارتها محمود خليل إبراهيم الشهير بأبو الزكاك، ويقضي إن سكينة تترك حجرتها في بيت الصابونجية على ناصية حارة النجاة وتنتقل للإقامة في غرفة بالطابق الثاني من البيت رقم 9 حارة النجاة، ويتم تخصيص الغرفة دي للبغاء السري، ويحصل على الخمور من دكان طليق أمينة بنت منصور اللي هو محمد علي القادوسي أبو أحمد النص. وبكده تتكامل المشروعات الثلاثة اقتصاديا، حجرة المحششة لحرق الحشيش، وحجرة البغاء السري ومكان لبيع الخمور أو دكان الخمور، ويستفيدوا من زباين بعض بحكم الصلة التقليدية بين الثلاثية الشهيرة الخمر والحشيش والبغاء. ما قدرتش سكينة تقاوم العرض الجديد لأن المشروع كان يعد بأرباح كبيرة، وفعلا بدأت سكينة تنفذ اللي يخصها في المشروع. تركت بيت الصابونجية وانتقلت للإقامة في غرفة بالطابق الثاني من البيت رقم 9 حارة النجاة. كانت دي الأحداث دي كلها في النصف الثاني من شهر أكتوبر تشرين الأول سنة 1919. خلال أسابيع قليلة بعد افتتاح مركز آل همام وشركائهم للتحشيش والسكر والعربدة في المنزلين رقم 8 و9 حارة النجاة، زاع صيته بشدة واتسعت شهرته ونجح نجاح شديد ونجاح منقطع النظير. اتخذ حسب الله من دكان محمد علي القادوسي الشهير بأبو أحمد النص محل مختار له. كان حسب الله بيمضي معظم ساعات النهار جالسا على مقعد أمام دكان أبو أحمد النص
يتابع اللي بيجري داخل منزل الترفيه المتكامل أو داخل مركز الترفيه المتكامل، يتابع ويراقب الجو تحسبا لأي هجوم مفاجئ من الشرطة أو من أي شغب يحدث بين الزباين بسبب لطشة خمر أو حشيش. كان حسب الله بيدخل البيت من وقت للآخر عشان يلف في المحششة، ممكن يجلس قليلا يدخن تعميرة حشيش ويصعد للطابق الثاني يتحدث مع ريا أو سكينة قليلا. كان كل هدف حسب الله في الوقت ده ان الزباين والمترددين على البيت يشوفوه ويعرفوا بوجود رجل في البيت فيلتزموا بالنظام ويدفعوا تمن اللي يحصلوا عليه من خدمات من دون مشاكل او من دون مساومة. في المساء كان محمد عبد العال بيرجع من عمله في عبور القطن، اذا كانت غرفة سكينة في الطابق الثاني خالية من الزباين يصعد اليها يتناول طعامه مع سكينة ويستريح قليلا، وإذا كانت الغرفة مشغولة بالزباين وده اللي كان بيحصل معظم الوقت، كان محمد عبد العال بينزل ينضم لحسب الله ويجلس معاه أمام دكان أبو أحمد النص، يتناول طعامه أمام دكان أبو أحمد النص، يجلس مع حسب الله يشاركه في حراسة مركز الترفيه المتكامل ويتناول أكواب الكونياك لحد منتصف الليل، لحد ما تنقطع الزباين عن التوافد على البيت ويطفئ محمود أبو زكاك فحم حجرة المحششة ويأوي إلى فراشه. يصعد في الوقت ده محمد عبد العال إلى حجرة سكينة في الطابق الثاني عشان ينام فيها، ويذهب حسب الله إلى بيته الحر في 38 حارة علي بيك الكبير. كان زباين مركز الترفيه المتكامل للسكر والعربدة في حارة النجاة من العمال الفقراء ومن الصعايدة المهاجرين وفي أحيان قليلة من بعض جنود جيش الاحتلال الإنجليزي. لما رجع عرابي حسان من العمل بالسلطة العسكرية البريطانية انضم عرابي حسان لحسب الله ومحمد عبد العال في مجلسهم أمام دكان أبو أحمد النص. ذات مساء وفي ليلة من خريف سنة 1919 خرج محمود أبو زكاك يجري خلف أحد الزباين واستوقفوا أمام البيت وطلبوا بتمن خمس تعميرات شربها، طلبوا بخمس قروش. أحاط بهم الرجال الثلاثة حسب الله ومحمد عبد العال وعرابي حسان. رفض الزبون دفع تمن التعميرات الخمسة من الحشيش اللي شربهم ونظر للرجال التلاتة بتحدي وقال لهم مش دافع، هتعملوا ايه يعني؟ كان الرجل هو عبد الرازق يوسف محمد احد فتوات الحي. طلب عرابي حسان من محمود ابو زكاك انه يترك عبد الرازق ويعود الى عمله في المحششة، واصطحب الرجال التلاتة عبد الرازق يوسف لدكان ابو احمد النص، وبدل ما يتخانقوا معاه او بدل ما ياخدوا هدومه تمن اللي شربوا من تعميرات حشيش، طلبوا له كوب من الكونياك بعد ما اجلسوه ورحبوا به. ومن الوقت ده من خريف سنة 1919 انضم عبد الرازق يوسف محمد الى رجال ريا وسكينة واصبح لا يفترق عنهم، وتوطدت علاقة عبد الرازق بعرابي حسان وتحولت الى صداقة متينة. كان عرابي حسان هو صاحب اقتراح ضم عبد الرازق يوسف لرجال ريا وسكينة واستملت لهم بدلا من التصدي له، مش خوفا من مواجهته، ولكن عرابي قدر المشاكل والمتاعب اللي ممكن تحدث اذا دخلوا مع عبد الرازق في معركة هتؤدي بالضرورة لردود افعال ممكن تعرقل وتهدد استمرار العمل في البيت اللي هو بيت حارة النجاة من محششة او بغاء سري. وبالتالي اكتمل عقد عصابة ريا وسكينة بانضمام عبد الرازق يوسف محمد، واصبحت عصابة ريا وسكينة من الوقت ده خريف سنة 1919 عبارة عن ريا بنت علي همام وسكينة بنت علي همام وحسب الله سعيد مرعي ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف محمد. تم توزيع العمل وتوزيع السلطة بين الجميع بما فيهم آل همام وحلفائهم وشركائهم، وكان التوزيع في البيت كالآتي: مسؤولية إدارة العمل داخل البيت كانت على ريا وسكينة ومحمود أبو زكاك المسؤول عن إدارة المحششة، مسؤولية مراقبة الطريق والتحذير من هجوم الشرطة على أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد اللي ما كانتش بتغادر مجلسها على عتبة منزلها بجوار دكان زوجها أو طليقها محمد علي القادوسي أبو أحمد النص. أما رجال ريا وسكينة حسب الله ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف كانوا بيجلسوا أمام دكان أبو أحمد النص يتكلموا ويثرثروا، يشربوا الخمر، يدخنوا الحشيش، وأحيانا كانوا بيغادروا للجلوس على المقهى القريب.
كان بيت النجاه او مركز آل همام الترفيهي المتكامل للسكر والعربده كان بيدار على اسس اقتصاديه سليمه وقواعد ثابته اتفقوا عليها وقبل بيها الجميع. ازدهر العمل في مركز آل همام وبالتالي اختفت المشاكل بين سكينه وحسب الله، وكف حسب الله عن فرض ارادته على سكينه، وكمان اعترف حسب الله بعلاقه سكينه ومحمد عبد العال على الرغم من اقامتهم مع بعض وهم منفصلين او متطلقين، واقامه محمد عبد العال معاها من دون زواج، واصبح محمد عبد العال صديق مقرب من حسب الله. كان نظام تقسيم الارباح داخل بيت النجاه كالتالي: تتقاسم النساء الثلاثه ريه وسكينه وامينه بنت منصور تتقاسم الارباح الصافيه بعد خصم نفقات المحششه وبيت البغاء، وبالتالي يحصل حسب الله على جزء من نصيب ريه ان لم يكن كان بيحصل عليه كله، ويحصل محمد عبد العال على جزء من نصيب سكينه، وممكن ابو احمد النص كان بيحصل على جزء من نصيب امينه بنت منصور الشهيره بام احمد بالاضافه للخمور اللي كان بيبيعها للزباين. اما عرابي حسان فكان بيحصل على مكافاه كانت بتحتسب ضمن النفقات التجاريه للمشروع. الحقيقه ان عبد الرازق يوسف بعد انضمامه لرجال ريه وسكينه لم يثر اي مشاكل ولم يطالب باجر زي الاجر اللي كان بيحصل عليه عرابي حسان. كان كل اللي يهم عبد الرازق في المرحلة دي هو انه يظهر في صورة الرجل مرهوب الجانب اللي بيفرض على الاخرين احترامه او يضطرهم للتظاهر بالخوف منه، وبسبب كده اكتفى عبد الرازق يوسف في البداية وفي المرحلة دي اكتفى بصحبة رجال ريا وسكينة اللي كان بيعتبرهم مجادع الحي. وكان عبد الرازق بيعلن علاقته برجال ريا وسكينة للجميع تفاخرا بها، كان بيخوف ويرهب اللي بيسيء اليهم او يتدخل في شؤونهم او يحاول الاعتراض على سلوكهم واعمالهم. عبد الرازق ما كانش بيفعل ده ان هو لم يطالب بالحصول على اجر تعففا لا سمح الله ولا استغناء، على العكس عبد الرازق كان اكثرهم احتياجا للمال، ولكن حرص عبد الرازق يوسف انه يظهر في صورة الفتوة المجدع هو سبب الحصول على اجره بصورة عينية وليست نقدية. يعني عبد الرازق ما كانش بيطالب باجره كجزء من الأرباح أو من النقود، ولكن عبد الرازق كان بيحصل على أجره بأنه كان يحشش ويسكر ويضاجع فتيات البيت من دون أن يدفع من ليما واحدا. قدرت ريا تجمع ما تبقى من فتيات بيت الكامب للعمل معها في البيت الجديد، وأضافت لهم فتاتين صغيرتين عمرهم أقل من 20 سنة هما عائشة بنت عبد المجيد وعزيزة بنت عبد العزيز. ازدهر العمل في مركز آل همام الترفيهي المتكامل الى ان تعرض المركز او البيت لكارثة اقتصادية محدش له يد فيها. اشتعل الغضب في جميع احياء مدينة الاسكندرية بعد ما نشرت دار الحماية البريطانية بيان بتعلن فيه عن قرب قدوم لجنة برئاسة اللورد ألفريد ميلنر وزير المستعمرات البريطانية عشان يحقق في اللي اسماه البيان اسباب الاضطرابات التي وقعت في مصر خلال شهري مارس وابريل اللي هما اذار ونيسان سنة 1919، وبالتالي تجددت ثورة 1919 مرة تانية وبصورة أعنف، وبالتالي تعرض بيت حارة النجاه بسبب قدوم لجنة ميلنر لنفس الكساد اللي تعرض له بيت الكامب أثناء أحداث ثورة 1919. استمرت الأوضاع في مدينة الإسكندرية وغيرها من المدن المصرية خلال الثلاث شهور التالية والثلاث شهور اللي قضتها لجنة ميلنر في مصر. لجنة ميلنر كانت تشكلت في 22 سبتمبر سنة 1919، وصلت مصر في 7 ديسمبر سنة 1919، وغادرت مصر بعد فشلها في مهمتها في 6 مارس سنة 1920، يعني بعد ما قضت في مصر 3 شهور بالضبط. خلال الثلاث شهور اللي قضتهم لجنة ميلنر في مصر استمرت الأوضاع في مصر تتراوح بين العاصفة والهدوء اللي بيسبق عاصفة جديدة، وفي ظل الظروف دي وعدم الاستقرار في البلاد تعرض بيت حارة النجاه لهزات اقتصادية عنيفة وانهت حالة الازدهار اللي كان بيعيشها. صحيح بيت حارة النجاه لم يغلق ابوابه واحيانا كان بيستعيد بعض الرواج المفقود، ولكن هذه الظروف اثبتت لآل همام ان اعتمادهم على بيت حارة النجاه او غيره من البيوت اللي بيدلوها للبغاء السري كمصدر ثابت ومضمون للرزق اصبح ده محل شك كبير. بسبب كده بدأ التفكير في عمل إضافي يتعيشوا منه بجوار عملهم في إدارة بيوت البغاء السري. وهنا وفي الوقت ده وفي هذه الأيام
نشأت فكرة قتل النساء البغايا من اللي عملوا في البيوت السرية الخاضعة لإدارة آل همام لسرقة اللي بيعلقوه في أذنهم أو اللي بيحيطوا به أعناقهم ورقابهم ومعاصمهم وأقدامهم من أقراط وأساور وقلائد وخلاخيل وسلاسل ذهبية وفضية. في الوقت ده وفي الأيام دي وفي الظروف دي نشأت فكرة قتل النساء البغايا لسرقة مصاغهم ونقودهم، مشروع ريا وسكينة ورجالهم التاريخي، المشروع اللي أدخلهم التاريخ الأسود للجرائم البشعة من أوسع الأبواب عشان يكون هو ده العمل الإضافي اللي يستعينوا به على موجات الركود والكساد اللي كانت بتصيبهم بين وقت وآخر واللي كانت بتقطم ظهورهم من الفقر والحاجة. بعد أكتر من 100 سنة على بداية عمليات عصابة ريا وسكينة ما تزال المسؤولية عن اتخاذ قرار قتل النساء البغايا لسرقة مصاغهم ونقودهم تايهة بين كل الأطراف اللي شاركت في تنفيذ عمليات العصابة. خلال 11 شهر بداية من 21 ديسمبر كانون الأول سنة 1919 تاريخ مقتل خضرة بنت محمد اللامي أولى الضحايا، و12 نوفمبر تشرين الثاني سنة 1920 تاريخ قتل فردوس بنت فضل عبدالله آخر الضحايا. واللي يدعو للدهشة والعجب أن أربعة من المنفذين من المتهمين الرئيسيين ريا وسكينة وحسب الله ومحمد عبد العال أدلوا بعد كده باعترافات تفصيلية، اعترافات تضمنت أدق وأبشع التفاصيل عن عمليات القتل اللي شاركوا فيها. ومع أن الاعتراف بالمسؤولية عن اتخاذ هذا القرار التاريخي بالانتقال من المتاجرة بأجساد النساء البغايا إلى قتلهن وسرقة مصاغهم ونقودهم لم يكن ليضيف الكثير إلى سجل الجرائم اللي اعترفوا بارتكابها فعلا، وإن لم يكن عند أي شخص منهم ذرة شك إنها تقودهم لحبل المشنقة، وعلى الرغم من كده حرص كل منهم في أقواله واعترافاته إنه يتنصل ويتبرأ من اتخاذ قرار القتل. أصر الجميع إنه يظهر في صورة الحمل الوديع اللي أجبر على المشاركة في عمليات القتل وفي الجرائم رغما عنه، وتم توريطه في الجرائم من دون إرادته، وده وإن دل يدل على حرصهم على سمعتهم التاريخية وليس خوفا من العقاب كان الدافع الرئيسي وراء إنكارهم المستميت إنهم أصحاب القرار أول عملية من عمليات عصابة ريا وسكينة. بالتأكيد هناك عوامل كثيرة ومعقدة وراء التطور التاريخي والمفاجئ اللي حصل في نشاط آل همام الإجرامي، واللي يبرر عدم قدرتهم على تذكر واسترجاع الظروف اللي اتخذوا فيها قرار القتل، قرار البدء بعمليات قتل النساء. الغالب ان محدش منهم اتخذ القرار ده بمفرده او منفردا او هو في وعيه الكامل، لان اتخاذ قرار قتل النساء البغايا يتطلب قسوة نفسية رهيبة لم تعرف عنهم خلال 10 سنوات سابقة. كان نشاطهم الإجرامي عبارة عن ارتكاب جرائم تافهة خفيفة لا تتطلب المغامرة أو المقامرة بالنفس أو حتى الجسارة الغير عادية، مجرد مخالفات جرح بسيطة زي بيع المأكولات والمشروبات الفاسدة أو المغشوشة، سرقة الدكاكين، إخفاء المسروقات، إحراز المخدرات، إدارة محلات حرق الحشيش، جرائم يعاقب عليها القانون فقط بالغرامة أو الحبس البسيط مدة تتراوح بين أسابيع وشهور. في هذه الجرائم التافهة اللي كانت هي نمط جرائم آل همام كان جزء منها عدوان بيتوجه إلى الذات أكثر مما يتوجه إلى الآخرين زي إدارة بيوت البغاء السري. والدليل على كده إن حسب الله ومحمد عبد العال استمروا لحد آخر لحظة يشعروا بالعار بسبب اضطرارهم إنهم يعترفوا إنهم كانوا بيمارسوا مهنة القوادة ومهنة إدارة البغاء السري، لأن في الإقرار بكده انتقاص من رجولتهم كصعيديين يأبيان الاعتراف بهذا الأمر المشين. ماذا حدث لينتقل آل همام فجأة من التخصص في الجنح النعمة التي لا تتعدى أمور المزاج والحظ والفرفشة واللي لا يعاقب عليها القانون إلا بالغرامة فقط أو الغلق أو الحبس البسيط، إلى التخصص في الجنايات الخشنة اللي تقود لحبل المشنقة؟ من أين جاءوا بهذه الوحشية التي لم نعرفها عنهم خلال تاريخهم السابق؟ بدأت فكرة قتل النساء البغايا وسرقة مصاغهم ونقودهم بملاحظة عابرة ثم معاتبة عابرة. كانت صاحبة الملاحظة هي ريا بنت علي همام اللي كانت بحكم عملها ودورها كسحابة للبيت هي أوثق العاملين بالبيت صلة بالنساء البغايا
اللي بيعملوا في البيت وأكثرهم معرفة بأسرارهم. والأكثر من كده كانت ريا موضع ثقة هؤلاء النساء البائسات، كانوا بيستشيروا ريا في مشاكلهم الأسرية ويستمعوا لنصايحها. ولأن الحاجة إلى المال كانت أقوى الدوافع اللي بتدفع النساء للعمل مع ريا في البغاء السري، كانت ريا على معرفة كاملة بالظروف الاقتصادية للنساء البغايا اللي بيتعاملوا معاها. إذا كانت فتاة صغيرة فقيرة من اللي بيسرحوا في الشوارع زي عائشة أو نعمة أو عزيزة، كانت ريا تغريهم بعمل يحميهم من مشقة التجول طوال النهار في الشوارع، يوفر لهم دخل يكفي لهم الستر ويكفي لهم اللي ينفقوه على إطعام أنفسهم أو من يقوموا بإعالتهم من أطفال أو أمهات مات عنهم عائلهم أو سقط في براثن المرض أو تحت مطارق الزمن. أما إذا كانت امرأة ممن يسكن في منازل الأحرار تسعى للعمل مع ريا إشباعا لرغبتها، كانت ريا بتغريها إنها تدخر لنفسها بعض المال يحميها من تقلبات الزمن، عشان تخلق عند الست دي دافع للاستمرار في العمل معها بالبغاء السري إذا ما خمدت شهوتها أو رغبتها أو نوشتها مشاعر الإحساس بالذنب أو فكرت في التوبة. ولأن الخوف من المستقبل وتقلبات الزمن كان من الهواجس الثابتة عند النساء المشتغلات والعاملات بالبغاء اللي كانوا عارفين أنهم بيبيعوا بضاعة قصيرة العمر سريعة التلف، بسبب كده كانوا بيتحوطوا لتقلبات الزمن والأيام بادخار جزء من دخلهم من عملهم في البغاء. كانوا جميعا لهم طريقة ثابتة ونمط ثابت في الادخار بأنهم يحولوا الفائض عندهم من دخل أو من مال إلى مصوغات ومشغولات ذهبية وفضية يلبسوها ويتحلين بها، ولا يخرجن إلى الطريق إلا بها، ولا يمارسن عملهم في البغاء إلا بهذه المصوغات. كانت النساء البغايا بتتوهمن أن المصوغات الذهبية دي وتضفي عليهم احترام اجتماعي وترفع من قيمتهم وقدرهم عند الناس. بمرور الوقت تحولت هذه المصوغات والمشغولات الذهبية وكأنها شارة بيعلقوها في معاصمهم تدل على مهنتهم انهم من البغايا العاملات في البغاء السري بدلا من اخفائها. لان كانت النساء البغايا او اللي كان بيطلق عليهم الفواحش كانت بتفضل المشغولات الذهبية العريضة ثقيلة الوزن والعيار واللي كانت بتخلو دايما من اي زخارف او فصوص بوصف الايام النهاردة، حتى لا تنخفض بتمنها وقت البيع او الاستبدال لانهم كانوا بيدخروا المال في المصوغات، على عكس نساء الاحرار في الوقت ده وفي الزمن ده اللي كانوا بيفضلوا الاساور والغوايش الرفيعة والمليئة بالزخارف. وممكن تكون ريا وسكينة هما الوحيدتان من بين العاملات في البغاء اللي ما كانوش بيحملوا شارة النساء البغايا اللي هي المشغولات الذهبية الثقيلة والعريضة. على الرغم من التاريخ الطويل لريا وسكينة في مجال تنظيم وإدارة البغاء السري وفي مجال القوادة، ما كانتش ريا وسكينة بيحملوا أي مصوغات ذهبية أو مشغولات ذهبية، وده كان له عدة أسباب. السبب الأول بسبب عدم الاستقرار اللي كان دايما بيحيط بالبيوت اللي أسسوها وأدروها للعمل بالبغاء السري. السبب الثاني معارضة الرجال وخاصة حسب الله الدائمة للظهور علنا بمنظر القوادين أو العاملين في البغاء. السبب الثالث تعطل الرجال الدائم عن العمل وخاصة حسب الله وإسراف حسب الله المستمر اللي بدد كل مدخراتهم، وبالتالي ما قدروش وخاصة ريا أنها توفر أي نقود تحولها لأي مصوغات أو مشغولات ذهبية. وبالتالي لما عادت حالة عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة من سنة 1919 بسبب تجدد ثورة سنة 1919 احتجاجا على قدوم لجنة ميلنر، عادت المجاعة والفقر الشديد لتهديد آل همام. ومن هنا بدأ مشروع ريا وسكينة ورجالهم التاريخي لقتل النساء لسرقة مصاغهم ونقودهم. كان يوم من بدايات شهر ديسمبر كانون الأول سنة 1919، كانت ريا بتجلس في بيت حارة النجاة ومعها خضرة بنت محمد اللامي اللي كانوا بيعرفوها باسم هانم أولى الضحايا. كانوا بيجلسوا في البيت في انتظار وصول زبون، وفجأة لمحت ريا معصم خضرة بنت محمد اللامي، وجدتها ريا بتتحلى بعدد من الغوايش وزوج مباريم يعني أساور ذهبية ثقيلة الوزن والعيار. ومع ان ريا كانت شافت المشغولات الذهبية والمصوغات في معاصم النساء اللي عملوا معها قبل كده واللي بيعملوا معها دايما في بيوت البغاء ومنهم خضرة نفسها، ولكن في اللحظة دي بالتحديد تنبهت ريا والاول مرة
ان النساء البغايا دول اتصيغوا ولبسوا الذهب والمصوغات الذهبية بسببها ومن ثمرة نشاطها، وهي المعلمة وصاحبة البيوت واللي كانت سبب في لبسهم هذه المصوغات لا تجد ثمن طعام اليوم. الغالب ان ريا نقلت لحسب الله الملاحظة دي في سياق حديث منهم، حاولت ريا من خلال كلامها مع حسب الله انها تحفزه انه يكف عن الاسراف ويحاول يدخر بعض النقود خلال ايام الرخاء عشان تكون سند لهم في ايام الجفاف والفقر. وفي حديثها مع حسب الله طلبت ريا منه انه يأذن لها ويوافق انها تتقدم لألم حفظ الاداب بطلب لافتتاح مبغى قانوني، يعني بيت بغاء مرخص يجنبها اللي بتضطر اليه في العمل السري من تستر يفقدها بعض الزباين، ونفقات تدفعها للخفراء ولجنود قسم اللبان عشان يتغاضوا عن نشاطها غير المشروع. استمرت ريا تطالب حسب الله بالعمل في البغاء الرسمي المرخص، ولكن حسب الله رفض ودايما كان بيرفض. في النهايه انتقلت ملاحظه ريا لحسب الله، ومن حسب الله انتقلت لبقيه الرجال اللي كانوا بيمضوا نهارهم بين دكان ابو احمد النص ومحششة محمود ابو زكاك، وبعد غروب الشمس يذهبوا الى واحدة من الخمارات الكتير المتنافرة في الحارات المجاورة لهم عشان يمضوا سهرتهم في احدى هذه الخمارات. الغالب والمؤكد ان عبد الرازق يوسف كان صاحب المبادرة بنقل المناقشة حول ملاحظة ريا العابرة من مستوى التحسر على سوء الحظ وسوء التصرف اللي قضى ان امرأة من الفواحش زي خضرة بنت محمد اللامي تحمل كل هذه المصوغات وكل هذا الذهب، بينما لا يجد الرجال الصبوات والفتوات ما ينفقونه على مزاجهم، الى مستوى اخر وهو مستوى البحث في احقية خضرة في من تملك هذه المجوهرات والمصوغات من الاساس. ممكن يكون عبد الرازق يوسف هو اول من افتى ان الحسب الله وبالتالي له هو نفسه نصيب وحق في مصوغات خضرة بنت محمد اللامي، لان ودي وجهة نظر عبد الرازق يوسف، هما اللي بيستأجروا البيوت وبيدروها ويحموها ويتحملوا مخاطر التعامل مع الشرطة وبيواجهوا سخافات الزباين، وايضا هما اللي بيجلبوا الزباين، ولولاهم ما وجدت امرأة في خريف العمر زي خضرة بنت محمد اللامي ما وجدت رجل يقبل انه يضاجعها بل ويدفع لها اجر تجنزه تكتنزه على معصميها وفي رعبتها على هيئة مصوغات ذهبية. صحيح خضرة بنت محمد اللامي كانت زيها زي كل البغايا في البيت بتدفع لهم من أجرها النسبة المتعارف والمتفق عليها، ولكن نجاح خضرة في اكتناز الذهب ده معناها إنها كانت بتكذب عليهم وبتسرقهم وبتخفي جانب مما تتقاضاه من الرجال عشان تقلل قيمة نصيبهم، وإلا كيف اغتنت هي وهم افتعروا؟ كيف حازت الذهب وهم جيوبهم تخلو من تمن التعميرة أو كوب النبيذ؟ طبعا منطق مقلوب ومنطق مختل، ولكن كان ده هو الأساس اللي انطلقت منه عصابة ريا وسكينة في ارتكاب جرائم القتل المتتابعة والمتسلسلة. وهنا نحاول نجيب على السؤال المهم، بعد 104 سنة من اتخذ قرار أول عملية لعصابة ريا وسكينة؟ من صاحب فكرة قتل النساء؟ من صاحب مشروع ريا وسكينة التاريخي؟ كل الشواهد اللي تبقت لدينا عن حياتهم العاصفة بتشير بأصابع الاتهام إلى عبد الرازق يوسف محمد باعتباره المسؤول عن اتخاذ هذا القرار، وده له عدة أسباب. السبب الأول، لأن سجل عبد الرازق يوسف الجنائي والإجرامي يحتوي على سوابق إجرامية كثيرة يفوق سجلات الآخرين الإجرامية كلها. السبب الثاني، التغيير في نمط جرائم آل همام حصل بعد شهرين فقط من ظهور عبد الرازق يوسف معاهم. 3، ما وصل إلينا من معلومات عن سلوك عبد الرازق تجاه النساء يكشف أنه كان بيتعامل مع النساء بقسوة شديدة وفظاظة واحتقار ورغبة في امتهان كرامتهم وأنوثتهم. كان عبد الرازق يوسف بيجد متعته في اغتصاب النساء حتى لو كانت المرأة من النوع السهل والمتاح له زي نساء بيت حارة النجاة، ولكنه كان بيجد متعته في اغتصابها. كان عبد الرازق يوسف بيجد لذة ومتعة في هضم حقوق المحترفات من النساء اللي كان بيغتصبهم حتى لو كان معاه نقود. ولا تكتمل متعة ولذة عبد الرازق إلا بالحصول على أجر من المرأة مقابل مضاجعته لها، فكان بيسرق أي شيء من المرأة مهما كان هذا الشيء تافه أو ليس له قيمة.
بعد كده انتقلت عصابة ريا وسكينة في جرائمهم، قتلوا 17 ضحية، واحنا سبق وتناولنا كل التفاصيل الدقيقة والموثقة عن عمليات العصابة 17 وعن ضحايا ريا وسكينة 17 في سلسلة ضحايا ريا وسكينة. ان شاء الله في بقية الحلقات هنكمل اسرار وخبايا العلاقة بين ريا وحسب الله، وبعد كده وطبقا لما تريدوه وطبقا لما تحبوه هنقدم احداث اخرى وشخصيات اخرى من قصة وقضية ريا وسكينة. بتمنى ان حلقة النهاردة تكون نالت على اعجابكم ورضاكم، منتظر آراءكم وأسئلتكم في التعليقات. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.